كنت كنشتغل في شركة العلامة اليابانية مدة 25 أو 26 سنة، وهذه 6 شهور رجعوني في العلامة الإسبانية. هذه العلامة الإسبانية اللي كانت عند الشركة هذه عن ما يقرب عن 25 سنة، ولهاد الناس اللي ورايا كلهم جاهدوا وكدوا وخدموا بعرق جبنهم باش تطلع هذه العلامه وتعود تكون تشهر في المغرب. يعني عندها واحد الصيت عالمي وصيت مغربي. من هذه 3 ايام عيطوا لنا، عطاونا اخر الشهر يعني نهار 31 مارس عطاونا هذا الخلاص ديالنا، وزادونا واحد الشهر قال لك هذا غير فابور من عندنا كنتبرعوا عليكم به. قلنا وهاد الناس الله يجازيهم بخير، حيت شافوا رمضان راهم بغاو يتبرعوا على هاد الناس، لان لا حول ولا قوه الا كانت فجأة يومين من قبل تعيطوا لنا وكيبغيو يسنيونا مع لويسي جيسيس يعني مفوض قضائي، نسنيو على واحد الشيك اللي بخس واحد المونطون بخس وواحد الورقه على اساس خدينا المستحقات ديالنا ديال هذه 25 30 40 سنه. فالسيد اللي عندنا معاه عنده 40 سنه ديال الشغل عطاوه 40000 ريال، بمعنى 1000 ريال العام، المستحقات ديالو كانت 1000 ريال العام، وحنايا يعني ضرتنا خاطرنا تنقولوا هاد الناس اللي خدمنا معاهم وبالعرق جبين ديالنا وعطينا ما في وسعنا وضربنا تمارة على اساس باش يعني يجازيونا، هذا هو الجزاء. وفي اخر المطاف هذا الشهر الفضيل، الشهر اللي الناس كتآزر فيه وكتصدق فيه وكتعاون، حنا ما كنطلبوش الصدقه، ولكن هذا غير على سبيل المثال. حنا دابا اليوم كنطلبوا حقوقنا وكنطلبوا رزقنا. كاين اخر واحد عنده 3 سنين 4 سنين، وكاين واحد اللي عنده 40 30 35 25 26 18 عام. واش هاد الناس ملي كيخدموا هاد المده كامله راهم مراد اليوم؟ كاين اللي عنده داء السكري، كاين اللي عنده الضغط، كاين اللي عنده القلب، كاين اللي لا حول ولا قوه له، كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده عائلات كيمولهم. لهذا حنا اليوم اسيدي واقفين تنطلبوا حقوقنا وكنطلبوا من الحكومه الموقره باش اللي كتقول انها كتبغي تبني مغرب اليوم، مغرب جديد، مغرب غادي للامام، فها هي هذه هي المناسبه باش يأزروا هاد الناس ويعاونوهم ويدافعوا على الحقوق ديالهم. حاولنا نتواصلوا معاهم يعني باش ناخذوا حقوقنا، على الاقل يتفاوضوا معنا ونشوفوا واش داكشي في الصالح ديالنا ولا لا. ما كان الباب مقفول، ما فتحوش لنا هذا الباب، وحنا اليوم كنطالبوا حقنا ومعنا الله، هادشي اللي كاين. وهاد الناس كنتفاجئوا بانهم كيوقفونا، علاش وقفونا ما عرفت. كنطلبوا الحقوق ديالنا، ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. حنا طلبنا منه غير حقوق ديالنا، ما طلبنا منه شي حاجه خارجه القانون. وهاد الناس ما عطاونا حتى شي حاجه، كيقول لنا ودي سيروا لواحد الشركه اللي دات هذيك السياره الاسبانيه الصنع. قلنا تبعوا هذيك السيارات الاسبانيه، وحنا ما عطاوناش شي وثائق اللي كدل بان مشيو لهذيك الشركه. وحنا قلنا لهم ودي انتوما اللي خاصكم تمشيو للشركه، حنا ما كنعرفوا، حنا انيفير موتور. قال لك لا، حنا انتوما سيروا لهذيك الشركه، وحنا ما يمكنش لنا نمشيو لهذيك الشركه. هذيك الشركه ما عندنا معها حتى شي حق، ما عندنا معها حتى شي حاجه، ما كنعرفوهم ما كيعرفونا، حنا كنعرفوا انيفير موتور. حنا الناس طالبين منهم غير الحقوق ديالنا، الحقوق ديالنا. كاين اللي ضارب هنايا في انيفير موتور تقريبا اللي ضارب 40، كاين اللي ضارب 41 سنه، ويجي اليوم كيقول لك صافي حبس، صافي انتهى الامر. لا ما يمكنش، راه كاين الناس اللي هزا عائله، كاين اللي عنده تريته ديال الدار، راه كاين اللي كيقري وليداته بين عشيه وضحاها، كيتشردوا عائلات، العائلات كيتشردوا دابا. وما يمكنش، وحنا دابا كناجدوا هاد الناس، ريحوا معنا على الطابله ويعطيونا حقوقنا. راه حنا في دوله الحق والقانون بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس. حنا كنطالبوا من هذا المنبر انه يتدخل شخصيا، حيت هاد الناس ما نقدروش عليهم، حنا ضعفاء، الاكثريه ضعفاء. حنا كنطالبوا سيدنا الله ينصره هو يتدخل شخصيا، حيت هاد السيد راه ضلوعه كبار، هاد السيد ما نقدرش عليه، انا ضعيف، نقدر على شي واحد راجل اكثر من المستوى ديالي. انا هاد السيد كنطلب منه الحقوق ديالي، ما نطلبوش شي صدقه يعطيها ليا،
الصداقه ما كنطلبش الصداقه، انا كعامل اعطيني الاجر ديالي كاجير، اعطيني المستحقات ديالي اللي كان في القانون، ما كنطلب شي حاجه خارج القانون. وبقاو عليا تجابوني هنايا، انا تقريبا واحد 12 سنه و 13 سنه ضربتها في الزيرو، وجابوني هنا على حسب كانت كتمشي الطوموبيلات وكيرجعوا. انا كندير شي ديال الكاروسري هادشي ديال الكسيد، كنخدم السيارات الاسبانيه الصنع، وكنخدم السيارات اليابانيه الصنع، وكنخدم السيارات الايطاليه الصنع، والسياره الايطاليه فاخره، السياره فاخره، راه ثمن الانسان اللي بغى يشتريها راه واحد الثمن باهظ، ثمن باهظ. واش قدرتوا تواصلوا مع الشركه؟ الشركه ما وصلنا مع حتى شي حل، ما بغاو يعطيونا حتى شي حل، حل ما بغاو يعطيوه لينا، حنا كاع جميع الابواب سدوها علينا، حنا طالبين نريحوا فوق الطابله وقابلين للحوار، ولكن هاد الناس ما بغاوش يتحاوروا معنا، ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. وكنناشدوا من هذا المنبر صاحب الجلاله الملك محمد السادس، حنا راه في دوله الحق والقانون بقياده امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس، حنا كنطلبوه وكنوب على جميع العمال انه يتدخل شخصيا، حفظه الله ورعاه، حنا راه وراءه مجندون.